أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قلتم حفظكم الله إن العلماء اختلفوا في جواز أكل لحم الثعلب، نعم، فما هو دليل من قال بالجواز مع أن الثعلب له نام يفترس به مثل القط وغيره؟ الأصل، يقولون الأصل الحل، ولا هناك دليل واضح على تحريم الثعلب، ولا هو ما هو من السباع، هو وليس من السباع، ولكن اللي يحرمونه يقولون إنه يفرس، إذا ثبت أنه يفرس ومن السباع. نعم.